عليكم ورحمة الله. نشرح عن وصلات اللي هو وصلة الأوتل ماكسس أوتل، تمام؟ 908. طبعاً هذه الوصلة الرئيسية منها بنوصل على السيارات اللي هن 19 بن، تمام؟ بيكون عندنا فيميل، يعني إحنا بنسميه بالعربي الأنثى. السيارات هاي اللي من فوق 96 كلها فيها وصلة أنثى، بيكون لونها حتى أبيض، بتكون تحت لل يعني غالباً بـ 99% بتكون فوق الكلتش أو البريك، فهذا بنوصلها فيها، تمام؟ وهذه بتوصل مع هاي، طبعاً هاي ما في داعي لها بالسيارات الفوق 96، تمام؟ وهذه بتوصل بلوتوث مع الجهاز هذا، يعني أنت ممكن تروح 20 متر 30 متر حوالين السيارة بدون ما يكون معك، بدون ما يكون في داعي إنك توصل كيبل ما بين هاي وهاي. الآن هذه طبعاً في هون عندي اللي هو اللايت الباور إنه شغال أو لا، هذا لايت الباور لو شايفينه الباور سبلاي، وهذا انه شغال، يعني في كوميونيكيشن ما بين الفيهيكل، بعدين راح نحكي عنهم. ولكن الان اللي بصير انه السيارات اللي فوق 96 اللي اتفقوا عليها صناع السيارات بيعطوا البوزيتيف والنيجاتيف من السياره، يعني الباور سبلاي بيعطون السياره، فهذا لو شفنا البن هذا والبن هذا هو البوزيتيف والنيجاتيف. لنفرض انه انا عندي سياره قديمه، السياره القديمه بوصلها هنا، تمام؟ وبوصلها في الكونكتر تبع السياره القديمه. مثلا لنفرض انه عندي بي ام وصلت البي ام، تمام؟ هذه الوصله بتروح بالسياره. بس زمان قبل 96 البي ام ما كانوا يعطوا باور سبلاي من هون، احنا بنركبها هون وبنركبها بهاي، تمام؟ هذا الفيميل وهذا الميل بصير عندي هون. بحال انه الوصله هاي ما اشتغلت، ما صار عليها باور، معناته انه صانع السيارات هذا البي ام القديم، ممكن يكون الكيا القديم، النيسان القديم، ما هو معطي باور سبلاي لهي الكونكتر. بالحاله هاي انا بحتاج اشغل هذا الجهاز، كيف بدي اشغله؟ لازم اعطيه باور اكسترنال، يعني عفوا يعني باور خارجي. اذا كانت الوصله، طبعا السيارات الجديده كل وصله الاو بي دي 2، احنا الكوميونيكيشن بروتوكول او بي دي 2 كلها بتكون في السياره من جوا. السيارات القديمه اللي تحت ال 96 ممكن تكون الوصله جوا البونيت، يعني بغطى المحرك السياره، وممكن تكون جوا. لو كانت جوا بيكون حظنا حلو، بس بنوصلها هون، منوصلها في اللايتر اللي هو وصلة السيجارة تبعت السيجار هاي المشغل منها، تتوصل حتى هاي بتجينا أحمر وبتجينا هون أحمر، بنعرف إنه الجهاز اشتغل. لو ما كان عندي، لو كانت بالبونيت من جوا، بالبونيت لو فتحنا البونيت وكانت الوصلة جوا، معناته ما راح أقدر أوصل هاي. فاللي بصير إنه في معاه وصلة بتيجي، لو شايفينها كيف جاي، هذا بيمثل النيجاتيف وهذا بيمثل البوزيتيف، فهذا النيجاتيف وهذا البوزيتيف، فبتوصلها هون. انت بتتوصل البوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف على الجدران هون بالطريقه هاي، وانت بتشبكها على البوزيتيف على البطاريه وعلى النيجاتيف، بتشغل هذا الجهاز. هذا عمليه الكونكشن مع الاوتيل. طبعا في عندي اخر كيبل، احنا بنحاول بس نفصص كل الامور تكون واضحه عندنا. عندك مثلا هذا اللي هو برمجه اونلاين، الاوتيل يعني بيعطينا اوبشن انه نبرمج اونلاين، فلبرمجه الاونلاين لازم يكون عندنا انترنت. فهذا الكيبل بنوصله هون، هذا ايثرنت كيبل بسموه، ممكن كات 5 ولا كيبل كات 5 كيبل، بتوصل هون ار جي 45 الكونكتر تبعه، وهذا بتوصل في اللابتوب، اي لابتوب في له وصله ايثرنت فبتوصل فيها، او اي بي سي حتى، اي جهاز كمبيوتر في له وصله ايثرنت فبتوصله فيه. من هون انت بتبرمج اونلاين. ليش احنا بنبرمج اونلاين؟ احنا يعني هم بعطوك لما يقول لك اشتراك سنه او سنتين، احنا بنعرض الماكسس اوتيل عن طريق اشتراك سنتين. انت بتجيب البرامج الاونلاين، مثلا بدلت ماكينه للمرسيدس، فانت بحاجه انك تنزل البرامج من السيرفر تبع اوتيل اللي لك انت اشتراك فيه، يوزر نيم وباسورد. مجرد ما دخلت باليوزر نيم والباسورد بعد شوي راح ندخل، احنا في لنا مجال انه نشبك مع اوتيل سيرفر ونجيب البرامج منها وننزل عن طريق البلوتوث مع هذه الكونكتر، والكونكتر هذا واصل مع السياره، بينزل على عقل السياره الـ احنا بنقول عنه اللي هو الفريم الجديد او البرامج الجديده، او لو عندي مثلا غيرت ماكينه انا وبدلت ماكينه ثانيه لازم نعمل كودينج رقم الشصي، كله بننزله من طريق الانترنت. لو عندي سياره مثلا 2013 ركبت عليها ماكينه 2014 مثلا او ماكينه اقل وبدي ابرمجها، كله بيتم عن طريق الوصله هاي.